تقوون الملف الأمني في كركوك، استمعوا إلى النواب، استمعوا إلى القادة السياسيين، استمعوا إلى صناع القرار السياسي في كركوك. أكثر من مرة تقدم هذه المشاريع ونشوفهم يبعدونها. نجي على الضربات الجوية، زين التحالف الدولي، أنت عندك مشكلة مع جزء من المنظومة الأمنية، عنده مشكلة مع الحشد في بعض المناطق، لكن ما عندك مشكلة مع القوات الاتحادية ومع الجيش. التحالف الدولي ليش ما ينفذ الضربات الجوية على معاقل الإرهابيين أطراف محافظة كركوك؟ هذا يخليك تحتار لو لا. نجي على القوة الجوية العراقية، قيادة القوة الجوية العراقية أيضا مدعوم وينبغي أن تكثر من قواتها، لكن أكيد يكون بالتنسيق مع التحالف الدولي. هذه الأمور من نشوف قدام عيننا التحالف الدولي ما تنفذ الضربات، من أشوف أني اهتمام بالملف الأمني ماكو، عددنا دا يقللوها. زين نجي على المكون التركماني، أجي أني أقول لهم يابا خلوني أكون شريك وياكم بالملف الأمني، لا لا بالمخابرات يخلوك، لا بالأمن الوطني يخلوك، لا بالشرطة الاتحادية يخلوك، لا بالجيش العراقي يخلوك. أي واحد تركماني موجود كأنه إحنا نعيش فترة قاتلة، نشوف ينقلوهم إلى المحافظات الجنوبية، إلى البصرة، إلى الرمادي. طيب عندي ضباط من أهل كركوك، انقلهم إلى كركوك، صار عندنا آمرية موقع كركوك موجود. يعني المشكلة وين؟ إبعاد أهالي كركوك من المشاركة بالملف الأمني يخلينا نشك شنو غاية الحكومات دائما يحاولون يضعفون الملف الأمني في كركوك. خلونا نكون جزء من الملف الأمني، هذاك الوقت أنا أقدر أقول لا الضابط الفلاني أو العشيرة الفلانية أو المكون الفلاني كان مقصر في أداء عمله. اليوم أنا أهالي الجنوب يجون موجودين يمنا شهداء ضحايا. طيب أنا مدى أقول أخصص هذا لكركوك، ولكن الفرقة 12 من تفلشت بالحويدة أثناء هجوم داعش احنا غير نعيدة. طيب عيدوه، رجعوا المنتسب اللي كان يداوم يداوم بالمحافظات الجنوبية، جيبهم إلى كركوك، سوي لي تطويع من أهل المدينة، سوي لي تطويع فد 2000-3000 واحد من أهل المدينة، أنا أحمي هذه المناطق. لكن أنت تبعدني من المشاركة بالقرار الأمني، من المشاركة بالعمليات الاستباقية، أكيد إحنا أهلنا وناسنا عند معلوماتنا ومراصدنا الاستخباراتية أكثر من الآخرين بالمنطقة، وفي نفس الوقت سكان المنطقة أدرى بحماية مدينتهم. إبعاد سيد أرشد، أنا ما أريد أقاطعك بس أريد أسألك، جمهور جنابك وجمهور يعني كركوك عرب كرد تركمان عراقيين هم بالنتيجة راح يوجهوا لكم سؤال، يقولوا لكم أنتم كنتوا ببغداد خلال ال 15 سنة اللي مضت، وكركوك لديها ممثلين في مجلس النواب ولديها تواصل سياسي على مستوى عالي، يعني بالنتيجة هي ما محصورة على مجموعة نواب، مجموعة أحزاب مؤثرة أيضا بالقرار في بغداد، وما قدرتوا تحلون هاي المشاكل اللي تبدو تنظيمية في بادئ الأمر. أنا ليش أرجع أنتخبكم مرة ثانية وكأن ما تتحدثون بطريقة أنه إحنا ما عندنا حل غير نقول لبغداد وبغداد ما تستجيب؟ مو تنظيمية. شنو لعب؟ هذا قرار سياسي لمن هو مؤثر على العملية السياسية بمجملها. القرار السياسي محصور بين مكون شيعي سني كردي، ولذلك الوضع الأمني أيضا محصور بين هؤلاء الأطراف الثلاثة. من يجي تعليمات من الإقليم وتشترك الحكومة كوزارة دفاع عراقية مع وزارة دفاع البيشمركة إلى قضية خاصة تتحدث به بخصوص أمن المنطقة ويبعث قيادات السياسية، هذه أنت خير لازم تظل تعارض، وظلينا نعارض الحكومة نقول هذه الأخطاء اللي جاي تمارسوها خطأ. استمعوا إلى ممثل الشعب، الشعب هو اللي أدرى في هذه المصالح، الشعب هو اللي أعرف في هذه المناطق، وإحنا نمثل الشعب. لا بالعكس، أكثر من لو أطلع الوثائق الموجودة عندي الموجهة إلى الحكومة بضرورة إشراكنا في الملف الأمني حدث ولا حرج، لكن منو هذه الإرادة السياسية اللي تمنع مشاركة أهالي كركوك في الملف الأمني؟ هذا قرار سياسي يجاوب عليه حكومة بغداد وأربيل.